السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في نشرة سنستهلها بهذا الخبر، وهو عن إلغاء الدراسة بسبب الأحوال الجوية، حيث تقرر تعليق الدراسة بأقاليم مورززات وتنغير. وجدير بالذكر إخواني وأخواتي أنه قررت لجنة اليقظة بإقليم مورززات تعليق الدراسة في كافة المدارس بالمنطقة القروية هذا اليوم الاثنين 14 أكتوبر لضمان سلامة التلاميذ والأطر التعليمية. وأعلنت المديرية الإقليمية بتنغير عن عن تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق الجبلية كإجراء احترازي لمواجهة سوء الأحوال المناخية خلال هذا اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة وفق نشرة إنذارية للأرصاد الجوية. إخواني وأخواتي، كيف كتعرفوا بأن كاين واحد نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي ستعم عدة أقاليم ومن بينها إقليمي ورزازات وأيضا تنغير والأقاليم الجنوب الشرقية، فالمرجو دائما الحذر والابتعاد عن المجاري المائية لكي لا يصيبكم مكروه. هذا بخصوص الخبر الأول. إخواني وأخواتي، عن دوزو لخبر آخر وهو خبر مثير جدا، هذا من مدينة فاس. أجي نصنتوا ليه وغتعرفوا أشنو وقع بمدينة فاس. هاي السيدة هو داز فيها، هاد مو الطاكسي هو داز فيها، هاي هو داز فيها، مبغاش يوصلها فين بغا. هاي هانتوما خوت باش تشوفوا الفيديو اللي درت لكم، راه حقيقة الفيديو اللي درت لكم هنا ما كيبغيش يدونا فين بغينا، وراه بصح ها هو داز فيها. ها طاكسي اخرى، هاي هانتوما خوت، هانتوما باش تشوفوا احنا في قلب دفتو، هانتوما خوت، هانتوما فتفاس، هانتوما كتشوفوا كي عايشين مع امو، هانتوما كتشوفوا برزقنا وما كيبغيوش يديونا هاد الحراميين هادو اصحاب الطاكسيات، برزقنا هانتوما شوف فين هربان، شوف هانتوما كتشوفوا يلا خوي عليا المحطة، يلا ولا يا امو شي واحد لعمو هنايا، يلا لا عطينا مع امكم هاد النهار شي جنايات، يلا نشوفوا فين نوصلوا. المهم كيف كتشوفوا ان مواطنين ساخطين كل السخط، علاش؟ على ان مال الطاكسيات ما كيبغيوش يديهم الوجهات اللي خاصهم يديوها فيهم. هذا الشيء كيخلق واحد الاحتقان بين المواطنين في غياب مع كامل الاسف السلطات ما كيناش باش تاثر هذا النوع من الممارسات اللي كيقوموا بها مال الطاكسيات. دابا تخيلوا ان السمعه ديال مال الطاكسيات بمدينه فاس ولات اصبحت في الحضيض، علاش؟ لانهم ما كيبغيوش يديو المواطنين في الوجهات اللي كيبغيو، فقط باغيين يديوك في الوجهه اللي هما باغينها، ماشي انت اللي كتفرض عليهم، وهذا راه مخالف لدفتر التحملات ومخالف لرخصه السياقه ديال الثقه اللي كتعطى لهم، كتعني انهم ولاو كيلقاو مشاكل بزاف هاد المواطنين مع هاد مولين الطاكسيات، ولا حول ولا قوه الا بالله. هاد الشيء بطبيعة الحال كتشوفوا أنه كاين واحد الحرب ضروس بين مولين الطاكسيات وصحاب التطبيقات. كنشوفوا بأن أصحاب التطبيقات إخواني وأخواتي أنهم كيوصلوا الناس بكل أريحية والناس عجبهم الحال، ولكن كتشوفوا أن واحد الحرب عليهم من طرف مولين الطاكسيات، ومولين الطاكسيات المشكلة ديالهم هما ما كيتعاملوش مع المواطنين إلا من رحم ربي، الغالبية ديالهم ما يبغيوش يهزوا جوج الناس ولا ثلاثة الناس، فكتلقى واحد المشاكل. وغادي هذا الشيء اللي غادي تشوفوه في واحد الفيديو ثاني اخواني واخواتي ديال هذا المواطن، نفس المواطن خرج بواحد الفيديو اللي كينتقد فيه هذه السلوكيات. هذا ما جاء السلام عليكم ورحمه الله، انا اخوتي في المحطه الطاكسيه، انتما كما كتشوف انا بغيت نمشي لعين الشقف وعندي شغالي ومزروب، ما بغات حتى شي واحد يهزني في الطاكسيات هاد، انا بفتوح بغيت نمشي دابا، شغالي كيتسناني، السيد كيتسناني في القهوه دابا، رزقي غادي يمشي كيتسناني ما غيعطيني فلوسي ديال السلعه، هو ما بغا حتى شي واحد يهزني عيط، هضرت معاهم كاملين، اللي كيقول لي النارجيس، اللي كيقول لي السونتر فيه، واش هادي وضعيه هادي نعيشوا معاهم حنا في فاس ولا شنو؟ احنا رحنا ملينا من هاد الشيء هذا، وديروا لنا شي حل لهاد الشيء هذا، خصنا شي واحد اللي يتدخل، قبل راه شي نهار نديروا حنا شي منتف هنايا مع صحاب الطاكسيات، ديما حنا كنلقاو هاد المشكل. في اي بلاصه في فاس كنلقاو هاد المشكل هاد بزاف، وبيرمي فيك تلقاو مره في المونديال تلقاو الناس خدم
وهادو معكسين كيبغيو يمشيو فين بغاو. راه بزاف فهاد الشيء هذا، هاد الشيء راه بزاف. وانا كنهضر حدا العالم، انا كنهضر ما كنخاف من حتى شي واحد، انا كنهضر حدا العالم. انا باغي نمشي للبلاصه فين باغي، خصهم يديوني انا غادي بفلوسي. واش هو واقف في المحطه وباغي يدي كونتو، باغي يدي بالبلايص السونتر ولا النارجيس؟ راه خصو يديني فين باغي. انا مواطن برزقي، راه هو خصو يخدمني ويديني فين باغي انا. ولا حول ولا قوه الا بالله فهاد النهار الجمع، لا حول ولا قوه الا بالله. واش كاين هادشي اخويا العربي ولا ما كاين؟ وما بغاوش يديوني اخويا العين الشقف. يا ما كاين، انا غنشوفك دابا انا اس اخويا. لا حول ولا قوه الا ما بقيت. المهم انتم كيف كتشوفوا الاخوان هاد السيد، شوفوا اشنو كيفاش تعاملوا معاه، ما بغاوش يديه، حتى واحد ما باغي يديه. هادشي ولات واحد النوع من الفوضى، وهادشي كيخلق واحد الحزازات بين المواطنين، وكيفقدوا في الثقه في مولين الطاكسيات. وهادشي راه معمم على جميع المدن المغربيه، دائما كتلقى مشاكل، كتلقى هاد الناس ما باغينش يديو المواطنين. فمن الاحسن يسحبوا لهم رخصه الثقه ويخليو ناس ولا الشباب اللي باغين يخدموا على راسهم وباغين يخدموا المواطن، لان في اخر المطاف خدمه مول الطاكسي هو واحد الخدمه اللي في صالح المواطن، هي كتسهل على المواطن التنقل. هذا هو الخدمه الاساسيه ديال مول الطاكسي، راه كيدير خدمه، ماشي كيدير بيزنس، ماشي كيدير، راه كيدير ايه، كيربح واحد كيربح الاموال، ولكن في نفس الوقت خاصو حتى هو يوصل المواطنين، ماشي فقط يبقى يتكبر عليهم وينوضوا الصداع وينوضوا الحزازات ويركب من بغا ويبغي يركب غير السياح الى اخره الى اخره. وحتى هاد النظام ديال النظام الريع ديال الكريمات راه حتى هو خصهم اعاده فيه النظر، لان ما يمكنش كتلقى هذاك اللي كياخذ الكريمه كتلقى لا علاقه له مع هذا، كيمشي يكريها وواحد يكريها لواحد وواحد يكريها لواحد، كيولي بنادم ضارب على الروسيطه، كتعني ان المواطن ما كيهموش، اللي كيهمو فقط هو يجيب الروسيطه ويدخلتها واحد المصروف لجيبو، وخاصو هذاك الروسيطه يعطاها لواحد اخر وواحد اخر يعطاها لواحد اخر. المهم كتولي واحد الفوضى، وهذا نوع من الريع اللي خاصو يتحيد. كنشوفوا بان في اوروبا اي مول طاكسي كتلقى عنده شركه خاصه به كيمشي يدخل لهذا المجال، لما دخلش لي خاصو يدخل بدفتر تحملات واضحه وباينه، ماشي كتدخل فقط بالمحاباه، هذا السيد نعطيه كريمه الاخر ما نعطيوش، على اساس لاش كتعطى هذا الكريم الى اخره. فراكم فهمتوا الموضوع، موضوع اللي شائك جدا، ولكن مع كامل الاسف كنشوفوا بان باقي الناس كيوقعوا في هاد المطبات اللي دائما ولاو الناس كيتشكاو منهم بطبيعة الحال. وهو عاوتاني واحد الفيديو من مدينة أكادير آخر، هذا يتكلم على الطوبيسات، شوفوا حالة الطوبيس في مدينة أكادير، واحد نوع ديال الطوبيس كتشوفوا فيه أنه غادي ميل. تخيلوا إخواني وأخواتي الطوبيس غادي ميل، كيف كيقول المثل المغربي، كيقول لي باك مات، كيقول لي من الخيمة خرج ميل. هو هذا اللي كنشوفوا حاليا، هذا ينطبق عليه هذا المثل ديال هاد الطوبيس، انه غادي ميل، غادي الكاردة ديالو او اجزاء منه انها مائل. تخيلوا طوبيس مائل، هذا يقدر في اي دورة في اي هذا يقدر لا قدر الله يتقلب ودي مع هاد المواطنين كاملين، كما وقع في عديد العديد من الاخبار اللي كنشوفوها اخرها ديال هذاك الطوبيس اللي خرج في واحد المقبرة، خرج من الطريق وهبط لواحد المقبرة و تصابوا العديد والعديد من المواطنين. كتشوفوا شوفوا حتى ان كاين بحال الحديد كيتحكم على الارض، وكتشوفوا ان واحد الشرارات ديال واحد القطعه حديديه هي امامكم كتشوفوها. فلا حول ولا قوه الا بالله. هذه الحاله احدث حافلات الزا التي تجوب شوارع اكادير، هي غاده وجره معاها واحد الحديده اللي كتقسم على الارض وكت تعطي واحد الشرارات، وداك الشرارات تقدر مع البنزين، تقدر مع اي حاجه تقدر تشعل العافيه لا قدر الله. وهذا الشيء راه زياده على انها الطوبيس غادي مايل. تخيلوا غادي طوبيس غادي مايل في منظر اللي مبهم ومنظر غريبها، وما كتشوفوا الشرارات، شرارات واضحه امام اعينكم اخواني واخواتي. وهذا الشيء خاصو يتحبس هنا، وخاص مراجعة لهذا الشيء ديال النقل ومراجعة، لأن احنا غنحتضنوا كأس العالم من هنا 2030، خاصنا حافلات في المستوى، خاصنا هاد الشركات اللي كيتعاقدوا معاهم الجماعات خاصهم دفاتر دفتر تحملات اللي يكون واضح ويكون فيه راحة المواطن هي فوق كل أساس، ماشي فقط هادو بحال علب ديال السردين ندكسوا فيهم بنادم
ولهلا اقلب وليش اقلب كما يقولون كما يقول المغاربة. شكرا على حسن الاستماع والإصغاء، إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.